مستمعة تقول عن نفسها: زوجي دائما مهما في بيتنا وبين أولادنا، إلا أنه يغضب إذا كتمت عليه أي سر من أسرار البيت أو أسرار الأولاد، ويشتكي إلى أهلي في هذا الخصوص. كيف أتصرف وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن صاحب البيت ووالد الأولاد أنه راع عليهم ومسؤول عنهم، فلا بد أن يطلع على أحوالهم وتصرفاتهم حتى يقر منها ما كان حسنا ويمنع ما كان سيئا، له الحق في ذلك لأنه راع على أولاده. نعم.